شوفوا في الزواج كاين واحد صياد وواحد مصيد، باش نكون واضحين، هذه في البداية ياك، البداية واحد صياد وواحد مصيد، الله أعلم شكون الصياد وشكون المصيد، واش المرأة واش الراجل، المهم كاينة الصنارة وكاين الطعم وكاين الصياد وكاين المصطاد، يعني كاين الفاعل المفعول به هو أداة الجريمة. المهم خلينا من هذا الشيء، بقاو عاقلين على أداة الجريمة الله يرضي عليكم. دابا اقسم بالله البرنامج ديالك زوين بحالك، الله يستر امورك، اللهم امين. احمد بن بلا بقرك وي كتزغرت ليكم كوتر. سمع 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 نيابة على الجميع، محمد الضو ربي يخليك محمد الضو. سمعوا دابا صافي، المهم وقعت الصيدة، الجريمة وقعت ياك، الجريمة وقعت وتم عقد النكاح، زواج تعقد، صافي طرقنا مسمار، يعني القضية وصلت للمعقول، تم الزواج. هذا بقى المرأة ولا الراجل صافي تزوجوا، مرأة وراجل. دابا هنا ما تبقاش تجي تقول لي راه زواج الوالدين، زواج ديال الصحاب، زواج ديال الحب، زواج القهاوي، صافي حنا راه خرجنا من داك لافير ديال كيفاش تزوجتو، حنا دابا وصلنا عند تزوجتو، صافي تزوجتو، ممكن يكون ابناء، ممكن ما في ابناء، ممكن كذا، نزو دوزت واحد المده. دابا غنجيو للمشاكل، حيدنا الزواج توا، الزواج كحزو الله على نوفا تزوجتو والفيلينغ داز والحب وداك الشيء، ودوزتو واحد الشهر العسل ولا سيمانه ديال العسل، ممكن كنقولو حنا بالعربيه ديالنا المغربيه كنقولو 7 ايام ديال الباكور، لا 7 ايام ديال الباكور، طاح القناع، خلعت العبايه وكشفت الخبايا، يعني تحيد القناع ديال المرا وديال الراجل، وبداو كيبانو على حقيقتهم هي وياه ياك. وهاد الحقيقه هادي راه ما تيعرفوها بجوج على بعضياتهم، انت كتكون في دار وحده، ماشي شي حقيقه اللي كنقصد بان حقه خايبه ولا شي حاجه، مي كنقصد بان يعني ما كتعرفش الانسان انت كتعاشرو ياك، يعني كيفاش داير، كيفاش تصرفات وحده في الاول فاش كيتلاقاو في الزنقه، كتجي هي مقاده ومحلقه، كيجي هو مقاد ومحلق، ولكن ملي كتكون في دار وحده كتبان الحقيقه، فهمتي، يعني كيشوفها على وجهها بدون مكياج، بدون ماسكات، بدون ماشي داك اللباس اللي هو مجهد، يعني ديال الزنقة، جاب بيجامة ديال الدار، كذلك المرأة كتشوف الراجل عادي، فهمتي، و كيبداو يبانو التصرفات ديالهم. مثلا دابا كاين شي راجل كيقول للمرأة في الأول، ألو حبيبة أنا كنعاون ماما في الشقة ديال الدار، حبيبة أنا راه راجل حادك، أنا راه كنشقى، أنا راه كنعرف نطيب، عطيني شي قومل تنحطو من يديا. ملي كيتزوج بيها والكاس د الما متيهزو من بلاصتو، شتي دابا ممكن يقلب على الكاس ما حيت محتاج ليه، ملقاش لي يمدو ليه، ولكن اين فوا تيشرب تيحطو في ما بان ليه، ممكن يحطو في لاند عادي في الما عادي، فهمتي، يعني فين ديبان ليك داك الراجل واش متعاون لا، ممكن يدخل للحمام يدوش ويخلي عليك مرون، فهمتي، هادو راه شي حوايج خص الانسان كيردو من بال، يعني هاد الحوايج راه 10 راه مده، خصوصا اللي كانت المراه خدامه وانت خدام، مازال المراه جالسه في الدار كتجمع من وراك الروينه كتجيها عاديه، راهي اصلا كتلهي راسها هكا ديرها فاش تلها، ولكن الا كانت المراه خدامه وانت خدام، انت كتجيب ميمي ولا تجيب ميمي وتتعاونوا بداك ميمي، راه خصكم تعاونوا في ديك الشقه ديال الدار، ماشي انت تهون ويجمع من وراك تضرب فراش الماشناش اللي تجيب فوق الفوتوي وهي تجمع وتوجد ليك، فهمتي، ولا ساكن كاع مع العائله كلا مخور هذاك، سواء كانت المراه خدامه ولا ما خداماش، كيوليو الصراعات الداخليه وخارجيه، فهمتوني، راه هادشي تنقصد، يعني راه الزواج راه فين تيبدا وها فين تيتسالى، هادشي خصكم تشوفو، والعبره بالنهايات ماشي في البدايات، في الاول كتهبط صيده وفاش كتجي ما كتقولوش في الاول راه صيدتها ولا صيدته ولا صيدتني ولا لا 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 لا, لا. بغيتي تحس على واحد المرا وهي على مزين وبنت الناس ومؤدبه ومربيه، وبغيتي تحس على واحد الراجل وهي سخي وسخي وزوين ومؤدب ومتدين، وعرفتي على حديده راكب، وعرفتي على سبرديله ضارب، وعرفتي على ريحه داير كنشمها تشدني الدوخه، تنكون سخفانه كنفيق من السخفه ملي كنشم الريحه ديالو، فهمتي، هادشي في الاول، ولكن ملي تيعيشو مع بعضياتهم تيبداو شواب عامل انا عايشه، شكون هاد بوعو هذا، هذا منين خرج ليا، اما الا المراه تتوهم هذيك هضره اخرى، هذيك واش نزيد نعاود ولا نسكت، ردوا عليا عطوني التفاعل ديالكم، واش نزيد نهضر ولا نسكت، واش بارك عليكم ولا نزيد نهضر، انا غندخل في موضوع اخر، سيرو دواو بينوا ليا الوحدات، عطوني الوحدات، يلا التفاعل 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 ديالكم، راه هبطوكم 400 دابا 300 فين مشيتو.
اللي غادي يتناسب. شو المرضي؟ شو مالك؟ شو مالك؟ قال لي واحد تناسب معاك اختي سميه، كحل عياك فهمتي. يعني دابا الا حملات المرأة كيبدا يقول لك الراجل سميه خرجت لي هادي، انت شكون هي هادي؟ شكون هي هادي هاد السيده هادي؟ انا ماشي هادي من تعرفت النهار الاول. المرأة فاش كتجيها لي غير ولا ملي كتكون حامله كيجيها له يحم، عرفتي راه كتعيش الراجل، خصوصا جا هذاك الشيء بطاقه سلبيه ما نعاودش ليكم، ما نعاودش ليكم كي كتولي دايره. وهي عمى زلا بنت وجاتها هذيك المصيبه هذيك الحله وتدمر الحياه ديال داك الراجل، كتقول ليه ما هو دورك في حياتي؟ وهو ما دار ليها والو، هي معصبه من داك الشيء خرجيها فيه. اما خليه ليك الى حامله، خليه ليك الى حامله، الى حامله مصيبه حلا نتي. كيبداو المشاكل، هو ما قادرش يصبر اذا هو مضغوط. وداك النهار قلت لكم الى تزوجتي اختي بشي راجل حاولي ما تحملي تضربي معاه واحد العام ولا عامين، تيشوف معاك الايامات الزوينه، بعدا الا شاف الايامات الكحله في ايامات الحمل غادي يصبر، يقول داك النهار كانت زوينه وغير الحبالي دات ليها هكاك وغير كذا. لا حبيبتي صبري شويه وري ليه الوجه الزوين، الا جيتي من الدقه سلم عليه زرب عليه وريتي ليه الوجه الخايب غادي تكملي انت وياه في محكمه الاسره عند عمي الوكيل. دي النصيحه اللي كنقول لك اختي. اما الطلاق ما بقاوش مسحوه، ما بقاوش مسحوه الطلاق في مساله كتبين واش استمر من مرات كتوحم وتولد ديك الساعه كيبان الراجل واش كيبغيها ولا لا. ماشي كيبغيها ولا لا، واش صبر؟ راه قلت لكم الزواج ما فيهش الحب، وافهموني راه ما كايناش شي حاجه سميتها الحب، كاين العشره، كاين الموده، كاين الرحمه، كاين داك الراجل كيقول راه هذاك الولد اللي ولدت ديك السيده راه ولدي، داك الولد اللي كتصر معاه ديك السيده راه ولدي، ولدي انا من غايقول بابا. ديك السيده اللي حامله راه كيمشي لها الكالسيوم من الجسم ديالها، كاع الفيتامينات كيجرهم الولد من الجسم ديال امه، كيطيح ليها الشعر، كتولي كيف كيجيها فقر الدم، ممكن الله يستر جات السكر، الكالسيوم كيتسحب ليها من الجسم ديالها، السنان كيطيحوا. الله يحسن العوال المراه اللي كتولد. وداك الراجل هنا فين خصو يلعب الدور ديالو كزوج وكاب كانسان يعني فاتح يمشي يقرا على داكشي. مشكلتنا حنا ما كنقراوش، حنا مخير فينا علاقته مع الكتبه حدها، الى 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 قرا الى زعما كان مجهود حدا الدكتوره، علاقته مع الكتبه ما تلقاش شي انسان كيمشي يتق في راسو يمشي يقرا، ما تلقاش، ما كايناش على ديك الثقافه في بلادنا ما كايناش. دابا مخير كيدخل على الموضوع يديرو في جوجل طق طق طق، يقرا في جوجل، يمشي اليوتيوب يقرا، يسمع ليه يسمع، ما غير يسمع ما بغاش يقرا. ودابا اكتشفت انا مؤخرا، اكتشفت واحد القضيه بين الناس، القران الكريم الله يسمح لينا كيطلقوه في اليوتيوب باش يحفظوه مع اليوتيوب، ولا يسمعوه غير يسمعوه يقراو يرددوه مع اليوتيوب، ما فيهم ما يحل الكتاب ديال القران، ما يحل المصحف، المصحف عندهم في الدار ما كيتفتحش ويقراو من المصحف. بصح كاين هاد القضيه، اذا انا وقعت ليا مع البنت اللي كنت ناوي معاها الزواج منين وقع ليها داك الشيء تخاصمنا. ها محمد الضنطي اعترف لينا عندك الصح الاخت سميه، فهمتي؟ يعني انسان خص يوعى شويه في هذيك الوقيته، حنا كنهضروا على المراحل ولا شيء. اما المشاكل الا كنتو عايشين مع العائله كيكونوا مشاكل خارجيه، وفهمتي كيف داك الشد اللي ينقطع عليك، والمراه والراجل ما كاينش بينهم الحوار، هذا الشيء كيقتلني انا بالفقايس، بان المراه والراجل فاش كيتصاحبوا ولا كيتخطبوا كيكون بينهم حوار، ملي كيتزوجوا كيطير الحوار. علاش كيطير داك الحوار؟ علاش كيطير؟ حكا جا عندنا غفلنا، وحتى قالت لي غفلني دغيا تزوج بيا، دغيا داو ليا سلم عليه زرب عليه وتزوج بيا ضربنا كاغيط ومشيت دغيا حملت. واو ويلي على زرب عليا، وراه انتي اللي زربتي عليه، راه انتي ماشي هو، انتي اللي درتي ليه نوض ونوض دغيا كلفتيه خفتي عليه يعيق بك ويطير، راه انتي ماشي هو. انا بعدا شتي كاع اللي كيقول لي راه هاديك ولا راه هذاك، ما في لا هو ماشي هاديك ماشي هذاك. فاطمة فاطمة كان الميساج راه وصل، اش بان ليكم نتوما فهاد البلان؟ ودابا سالي مطلقين، انا اللي كيقهرني بزاف دوك اللي كيعيطوا لي مطلقين، وما كيستافدوش من طلاقهم، ما تيجلسوش ياخذوا واحد البوز يقولوا ناخد واحد فتره نقاهه نعرف راسي شنو هما الحوايج اللي خايبين فيا اللي خلوني وصلت مع ديك السيده، ولا خلوني وصلت مع ديك السيد الطلاق، ونعالج نفسي، ماشي نعالج يعني نمشي نداو، يعني نعالج الاغلاط اللي فيا، نعالجهم نصلحهم، نصلح شويه من نفسي، ندير تكوين لراسي، ماشي ضروري تمشي عند شي حد تخلص ليه باش يدير لك التكوين، ديرو غا لراسك نتا. دابا كيما قلنا وما كاين هاد السوشيال ميديا كتمشيو نتوما غا للتفاهه، سير شي حاجه تعلم منها، شي حاجه تنفعك نتا،
تكون بها شخصيتك انت، ملي تدخل في شي علاقة سواء زواج سواء تصاحبتي سواء خطبتي وفشلتي، عارف علاش؟ راه الأغلبية علاش فاشل؟ نقول لكم الصراحة، تحكيم الرأي كيبغي يبان بأنه هو اللي عنده الرأي في ديك العلاقة، هو اللي فرض السلطة ديالو في ديك العلاقة، هو اللي فرضها. ما تكررهاش، الله يسهل عليك اختي اخي الكريم. هي عطاتك العزة لله، واحدة نصيحة وارة في المستوى. شكرا بزاف العزة لله، شكرا. فهمتي؟ يعني الانسان خصو يعرف علاش، بعد انا علاش وصلت لذاك المشكل، علاش وصلت لهنا، علاش علاش. دابا مثلا تزوج شي 4 سنين 5 سنين 10 سنين سيمانة شهر وطلقتي، علاش علاش وصلت هنا؟ مازال شي ديك الطبول 10 سنين 18 عام 20 عام عطلق. انا كنشوف بين هذاك الشخص راه صبر في ديك العلاقه، راه قدم تنازلات، راه ما وصلتي 18 عام، 18 عام كيجمع عارفهم، راه ما وصلتي 18 عام مع ديك المراه تا قدمتي تنازلات، وكذلك تنسيه ما وصلتي 18 عام مع داك الراجل تا قدمتي تنازلات، ولكن راه خصك تستافد من ديك التجربه ديال الطلاق.